إلى أي مدى يمكن أن تقبل واشنطن بالطرح الروسي الداعي للعودة إلى الاتفاق بصيغته الأصلية قدمان لحقوق الجميع بما يرضي جميع الأطراف؟ هل هذا وارد برأيك؟ بكل تأكيد، حقيقة هو يا عزيزتي هو هذا الوارد الوحيد، لأنه حقيقة إيران تقدمت بكل ما يمكن أن تتقدم به من تنازلات عام 2015. ليس هناك بخصوص البرنامج النووي، نعم هناك من يحاول سواء من قبل إسرائيل أو بعض الدول الأخرى أو بعض الأوروبيين ربما يريدون أن يروا مسائل مثل العبث الإيراني كما يسمونه في المنطقة العربية على الطاولة، يريدون أن يطرحون الصواريخ البالستية على الطاولة. لكن إذا ما عدنا للاتفاق النووي بحذافيره، وهي لجنة الاتفاق العمل المشترك الذي اتفقوا عليه، خطة العمل المشتركة JCPOA، إذا ما عدنا إلى ذلك والذي وافق عليه مجلس الأمن، هذا الاتفاق قضية أنه ينضاف إليه أشياء أخرى وتفاصيل أخرى صعب جدا جدا. هناك فقط بند واحد من وجهة نظري ومن وجهة نظر المخابرات أيضا، الذي يمكن لإيران أن تظهر بعض المرونة أو تقدم تنازلا فيه، وهو ما يسمى ببند الغروب. بند الغروب The Sunset Clause، بدل 15 عاما يقولون 25 عاما. ليس هناك الكثير أمام إيران مفتوح كي تتقدم به، لأنها قدمت كل هذه التنازلات. طيب نعم، ما تقوله خيارات واشنطن الأخرى، هذا الواقع وهذا ما يعيه الأوروبيون أيضا. يعني إذا ستمضي إيران في طريقها بكسب مزيد من الوقت بالمزيد من الخروقات التي تتعلق بالتزاماتها في الاتفاق النووي، واشنطن تحدثت عن أن الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران، هل برأيك هذا الموقف عنصر ضغط فقط لسحب الإيرانيين للتفاوض بما يرضي الطرف الأمريكي، أم فعلا الخيارات مفتوحة؟ نعم، هناك خيارات مفتوحة. أولا، الولايات المتحدة هي الإمبراطورية الأكبر في تاريخ البشرية، فهي قوية جدا، تستطيع أن تمارس وأن تتخذ خطوات صعبة جدا وأكثر صعوبة. وأنا لا أتفق مع المقولة أن إيران خرجت من قيد السيطرة الاقتصادية وغيرها وبنت تحالفات أخرى. لن يكون هناك بديلا على سبيل المثال النظام المالي الأمريكي، إيران بحاجة له. فهناك خيارات كبيرة جدا. أيضا الخيار العسكري دائما مطروح، وإن كنت لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستخطو خطوة بهذا الاتجاه، رأيناه عندما أسقط الدرون في عام 2019 ولم يحدث شيء. لن تخطو الولايات المتحدة خطوة للمواجهة، وهي بالعكس ما نراه أن هناك محاولات لتخفيف التوتر من قبل سحب بطاريات باتريوت، من قبل إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، لكن ذلك يبقى خيارا. فالولايات المتحدة قوية جدا، لها أساطيل كبيرة جدا على مرمى الحجر من طهران ومن إيران. فنعم تمتلك خيارات. هل أنها ستتخذ هذه الخيارات؟ أنا أعتقد أن ذلك سيكون بعيدا جدا، وأن الدبلوماسية هي الخيار الأول. هذا ما قاله بلينكن، الدبلوماسية هي الخيار الأول. هذا ما أخبره وبصدق إلى الإسرائيليين الذين كانوا هنا الأسبوع الماضي، وبصراحة بما معناه نحن لن نخوض حربا أو مواجهة مع إيران لأي سبب ما، طالما وأن هناك مجال مفتوح للدبلوماسية، والمجال مفتوح أمام الدبلوماسية. هذه هي الحقيقة.